سيد الحجازي قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيد. يعني بهاللحظة الله يقيد له شيطان ولا يكون موجود الشيطان؟ علم الله علمين، علم سبق وعلم ظهور. الله، علم السبق لا أول له، وعلم الظهور يبقى الموقيت في موعده. فإحنا يعش مرض العشاء الليلي، يعني ما يشوفش في الليل. الله، فيعني من مكانه هذا الرئيس النيابة الذهاب منك. الله، رجع روح. أيوه ما رضاش يجي، أنت إحنا جايين نجيبوك ما رضاش يجي. هو زعلان عليك، يقول إنك أنت يعني أكلت الجو عليه. إحنا كنا هناك عندكم. يعني العشية يعشوا نوعين؟ أيوه، لا لك أسأل. العشاء الليلي مرض، والثاني مش يعيش، وقال يعشوا. يعشوا. يعيش يعيش، إنما يعشوا. يصيبه العشاء، مرض العشاء الليلي. شكرا. لا تعال قدامه نور. يلا.